أشاد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي خلال لقاء خاص لمركز الأخبار، أشاد بدعم مملكة البحرين الدائم للعمل العربي المشترك، ومشيرا إلى أن القمة العربية 33 لها بالغ الأهمية لما ستنتج عنها من مخرجات تهدف إلى تعزيز الجهود التي تصب لصالح الدول العربية كافة. وهي دائما داعم للعمل العربي المشترك، لذلك بلا شك ستكون قمة هادئة وقمة استثنائية، وقمة ستخرج من خلالها بلا شك قرارات ستدعم العمل العربي المشترك وستدعم القضايا العربية، خاصة مثل ما أسلف بأن المنطقة تمر بظروف استثنائية كبيرة تحتاج إلى تكاتف عربي، تحتاج إلى عمل عربي مشترك. مملكة البحرين دائما تسعى للم الصف العربي من خلال مواقفها التي دائما نحن نسترجع من خلال الكلمات التي يلقيها الله يحفظه طول عمره جلالة الملك المعظم، في سواء على مستوى القمة أو على مستوى المشاركات العربية أو حتى على مستوى الأحداث المحلية. كل هذا بلا شك احنا ننظر لك برلمان عربي نظرة إيجابية، بلا شك القمة ستكون قمة استثنائية وستدعم العمل العربي المشترك وستؤدي إلى إحداث تغييرات مهمة في الشأن العربي.